عمره ما يشوف الخير. الهجوم على قطاع غزة هذه المرة لم يكن مسبوق، غزة منكوبة وتحتاج إلى مساعدات فورية لأن الكثير من الأمور لا تنتظر طويلا. نحن نعلم من تجربتنا في 20 سنة من إعادة تطوير وتنمية الأراضي الفلسطينية أن أموال المانحين بطيئة ولها إجراءات، ولذلك نأمل أن تكون إجراءات المانحين هذه المرة ميسرة. نريد أن تبسط السلطة سلطتها على كامل الأراضي الفلسطينية، ليس على المعابر فقط ولكن على كل مناحي الحياة، وتدير حياة المواطنين. وأعتقد أن هناك ترحيب كبير من أهلنا في قطاع غزة. بنية تحتية مدمرة، شوارع مدمرة، بيوت مدمرة، أشجار، حجار، فيش طرقات، حتى في بيت حنو شفت أنه حط السكين تبعت الجرافة ويجرف في الأسفلت. طب إيش دخل الأسفلت؟ هو كان خزنه من التخريب بس مش اكثر يا جماعه. مش شايفين شيء على ارض الواقع، الوضع كل ما انتم بيزداد سوء اكثر من اول. يعني احنا قبل الحرب كنا اهون من هيك، اليوم بالعكس لورا لورا بنرجع لورا، مش شايفين شيء، لا معابر ولا كهرباء ولا شغل. الناس الله يكون بعونها وجعل لنا مدارس، والله يكون بعون الناس. تمام. هاي ورا الطار هذه ظهر دباب ولا انت؟ الله وين جار محمد؟ اما لو بدي اجي يقول معي يومين ومقدم عليك الكلام. يا صالح 16 تعال.